مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت اعتزال عالم التمثيل، مشيرة إلى أنها قررت وضع حد لمسيرتها الفنية بسبب مشاكل لم تفصح عنها بشكل مباشر. بوطازوت نشرت تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام جاء فيها: شكرا لكل من دعمني وشكرا كثيرا لكل من آداني، فقد انتصرتم في الدنيا ولكن عند الله تنتصر الخصوم واللقاء قريب. وتابعت شعيبية حديثها قائلة: لا تفرحوا كثيرا وأكثر من مكالماتكم، وأنا سأكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، قبل أن تختم تدوينتها بالقول: هنا تتوقف مسيرتي وأعلن اعتزالي، شكرا جمهور الحبيب.